أكيد إلنا رأي رياضي بهذا المكان اللي عم يصير. سوريا بلد عانت من حرب من 12 سنة، البشر والحجر عانوا وحالياً لهلأ عم نعاني، ولكن المشكلة أنه عم نستمر بنفس الأخطاء على أرض الملعب بين كل جماهير الأندية. جمهور نادي الأهلي كل الحب، جمهور نادي الوحدة كل الحب، كل جماهير الأندية السورية. السؤال اللي بيطرح نفسه، إيمت رح نعيش ونفكر بحالنا بطريقة صح أكثر من هيك؟ إيمت رح نحب بعض بعد 12 سنة معاناة بحرب ما شافتها الكرة الأرضية؟ إيمت رح نكون بشر قادرين نكون أخوة لبعض؟ كل بيت وكل عيلة بسوريا عندها شهيد من وراء هالحرب، كيف اليوم قادرين نتعاطى مع بعض بهذا الطريقة؟ الطائفية ممنوعة، المناطقية ممنوعة، كلنا سوريين، دمشق في القلب، حلب في القلب، كل المحافظات السورية اسمها سوريا. هاي ايمت قادرين نكون نحن ناس عم نتعاطى مع بعضنا بمحبة وبإحسان لبعض؟ ليش دائما لازم يكون في مشكلة مع فريق نادي الأهلي وجمهور نادي الأهلي وقت يجي على دمشق؟ ليش نفس الشيء لازم يصير مشكلة مع فريق نادي الوحدة وجمهور نادي الوحدة وقت يطلعوا على حلب؟ وين المشكلة بهذا الموضوع؟ ايمت لازم نكون أخوة؟ ايمت لازم نكون أحباء؟ للأسف إذا حرب 12 سنة ما علمتنا، للأسف ما رح نتعلم. لقد أسمعت إذ ناديت حيا، لكن لا حياة لمن تنادي. بتشكركم، أنا عمر حسين وكنت معكم خلال بطولة كأس السوبر بثمانية أيام، كانوا حلوين ولكن النهاية كانت حزينة. بتشكركم لمتابعتكم لبطولة كأس السوبر بالنسخة الثانية. أكيد ما رح أقدر أقول مبروك لحدا لأنه الرياضة خسرت اليوم.